شحادة، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. أبدأ مع عميد. عميد، إذا التقى محمود عباس بعباس كامل، ما الذي رشح عن هذا اللقاء؟ نعم نضال، بعد أن التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي جاء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى رام الله، والتقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. بحسب البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، هناك أي معلومات عامة عن تبادل الشكر بين الرئيس الفلسطيني والرئيس المصري، ولكن مصدر خاص أكد لي التلفزيون العربي أن الموضوع الأساسي الذي جاء من أجل عباس كامل هو موضوع إعادة إعمار قطاع غزة. هذا الملف الذي كان شائكا في المحادثات الفلسطينية في القاهرة في شهر حزيران الماضي، وبسببه تأجلت جلسات الحوار والتوافق بين حركتي فتح وحماس. ملف إعادة الإعمار هو الملف الأساسي بحسب ما ذكرت لنا المصادر، لأن هذا الملف على خلاف كبير بين الحركتين فتح وحماس، وربما هذا الخلاف هو الذي أيضا بالإضافة للرفض الإسرائيلي هذا الخلاف هو الذي يعطل أي تحركات جدية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كون حركة حماس في وقت سابق أكدت أن من سيكون مسؤولا عن الإعمار هي لجنة خاصة من يمكن أن تشارك فيها السلطة، في حين ترى السلطة أنها يجب أن تكون هي فقط حصريا المسؤول عن ملف إعادة إعمار قطاع غزة. ربما لهذا السبب حصريا كان هنا عباس كامل، وكان أيضا في إسرائيل بحسب المعلومات الواردة من هناك. لا يوجد أي معلومات إضافية عن ملفات أخرى تم بحثها سوى ملف إعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت تهدئة طويلة الأمد، ولكن عباس كامل يتحدث مع الرئيس الفلسطيني عن بحسب ما نشرت مؤسسة الرئاسة عن أن المصريين سيضعون السلطة الفلسطينية في أي مبادرات جديدة لأي حل يمكن أن يكون على الساحة الفلسطينية أو حتى فيما يتعلق بقطاع غزة. نعم، قمعنا عميد، اذهب الى القدس. احمد، التقى عباس كامل برئيس الوزراء نفتالي بنت، خلاف الحديث عن المواضيع العامة، هل هناك تفاصيل رشحت عن هذا اللقاء؟ في أول لقاء بينهما منذ تولي نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي منصبه الحالي، وجه وسلم عباس كامل دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبنت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وتأتي هذه الزيارة في أول لقاء جمع عباس وهذه الدعوة عفوا في أول لقاء جمع عباس وبنت. هذه الدعوة وهذا ما رشح من بيان صدر عن مكتب نفتالي بنت. هذا البيان الذي لم يتطرق كثيرا، هو فقط بيان مقتضب تحدث عن أنهما ناقشا الوساطة المصرية بخصوص الأوضاع في غزة، إضافة إلى نقاش عام حول الأوضاع والعلاقات السياسية والأمنية الاقتصادية بين الإسرائيليين والمصريين. ولكن هذه الزيارة تقرأ أيضا في توقيتها، تأتي بعد يومين من إطلاق قذيفة صاروخية هي الأولى منذ 21 من أيار مايو الماضي باتجاه بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، وضغطت على ما يبدو مصر على إسرائيل لعدم الرد على هذه القذيفة، وبالفعل لم يأتي الرد. لذلك تعرضت حكومة نفتالي بنت إلى انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وأيضا من الشارع الإسرائيلي ومن سكان المناطق غلاف غزة الذين اتهموا هذه الحكومة بالتواطؤ وعدم الرد على إطلاق القذائف. تأتي هذه الزيارة أيضا قبل يوم واحد من فتح وسماح إسرائيل لإدخال بعض المواد التي كانت ممنوعة في السابق، مواد بناء بالتحديد كانت ممنوعة من الدخول لقطاع غزة. اليوم أقرت إسرائيل قرارا بالسماح لهذه المواد بالدخول، وغدا فعليا منذ يوم الخميس أي غدا ستبدأ المواد وبعض المواد الخام ومواد البناء بالدخول لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. إذن تأتي هذه الزيارة في سياق الضغوط على ما يبدو والحراك المصري الذي تمارسه مصر من أجل تهدئة طويلة المدى، للتهدئة وأيضا تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة. ولا نعرف إن تم الحديث فعليا عن تبادل للأسرى، ولأن فعليا إسرائيل كانت في الصدر
السابق ربطت بين ملف الإعمار وإعادة إعمار قطاع غزة وبين ملف تبادل الأسرى بين حركتي حماس وإسرائيل، حيث إسرائيل ما زالت تصر على أنها لا تريد ولن تفرج عن أي أسير تتهمه بقتل إسرائيليين، وهذه النقطة تحديدا على ما يبدو لن تفضي إلى اتفاقية تبادل أسرى بين الجانبين. أيضا هذه الزيارة تأتي وكما نعرف بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبعض النشطاء قرروا أنه منذ الأسبوع المقبل سيقومون بأعمال ونشاطات ميدانية ومسيرات باتجاه المناطق والسياج الفاصل بين قطاع غزة والمناطق مع إسرائيل. هذه على ما يبدو تأتي الزيارة في محاولة لتثبيت الأوضاع وللتقدم بملف إعمار غزة. لا نعرف إن تم الحديث عن الآلية الجديدة التي تحدثوا عنها في الأيام الأخيرة حول إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة، ولكن هناك في حين يتم الحديث عن وجود تقدم في الآلية الجديدة لدخول وإدخال الأموال والمنحة القطرية لقطاع غزة وتقدم أيضا في ملف الإعمار، على ما يبدو على الأرض الأوضاع ربما قابلة للانفجار في حال لم يتم التسريع في هذه الفترة بملف تحديدا ملف إعمار القطاع الذي يعد شائكا وكان في السابق شائك وأخذ الموضوع أكثر من 3 أشهر حتى الآن نضال لفتح هذا الملف وللتقدم بهذا الملف. لذلك تقرأ زيارة عباس كامل في التوقيت الذي جاءت به قبيل بعد 2 من إطلاق الصاروخ الأول على إزديروت وأيضا قبيل انفجار الأوضاع الأمنية. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسلنا من القدس، شكرا أيضا لعميد شحاده مراسلنا من